خلونا نشوف دلوقتي الصفحات الاولى للجرائد بتقول ايه، ونرجع نكمل هذا الموضوع ونشوف لو ينفع حد يكون اتصال هاتفي من وزير الشباب يعرفنا اكتر ايه هي المشروعات الخاصه بالشباب، لان الشباب الحقيقه بيسالوا هل الدوله ما زالت مهتمه بيهم، هل ما زال هيكون في مؤتمرات للشباب. تساؤلات كثيره جدا من جانب الشباب حول موضوعات كثيره بتهمهم، هنحاول النهارده ان شاء الله يكون فيها اجابه حاسمه من قبل وزير الشباب والرياضه الجديد دكتور اشرف صبحي. خلونا نشوف دلوقتي المنشطات الرئيسه والصفحات الاولى للصحف بتقول ايه. هنبدا مع حضراتكم من الاخبار، المنشط الرئيسي لها جاء تحت عنوان الرئيس السيسي حريصون على مواصله الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل. الرئيس يؤكد حرص مصر على الارتقاء بالتعاون مع دوله الامارات العربيه المتحده. النهارده كان في الحقيقه اجتماع مهم جدا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولي من دوله الامارات، والرئيس اكد على الارتقاء بالتعاون مع دوله الامارات العربيه المتحده باعتبارها دوله شقيقه. كمان صورة لرئيس الأركان وهو يطمئن على جاهزية القوات الخاصة. كمان موضوع حول مجلس الدولة وبيؤكد أنه بينتهي بالفعل من مراجعة قانون صندوق مصر السيادي. الأعلى للإعلام بيقرر وقف النشر في قضية مستشفى 57-357، وهذا الموضوع محور جدل، هل من حق الأعلى للإعلام بأن يعطي حظر للنشر أم هي خاصة ب النائب العام فقط؟ وهذه موضوعات أخرى كثيرة هتقروها بكرة على جريدة الأخبار. خلينا نروح نشوف الأهرام بقى بتقول إيه. المنشط الرئيسي للأهرام جاء تحت عنوان الرئيس السيسي بيقول تطوير الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بجودة الخدمات. موضوع آخر اهتمت به الجريدة عن وزير الدفاع، توافق فرنسي مصري لدعم الاستقرار بالمنطقة. والمنشط الرئيسي اليوم السابع بقى بكرة بيقول إيه، تعالوا نشوف. اليوم السابع دايما بتهتم الحقيقه بوجود الوان في الصفحه وبتهتم بالصور، يعني النهارده في صوره للخطيب والشيخ الترك. تركي الشيخ بيقول يتنازل عن قضايا ضد الاهلي ويؤكد كلامي عن محمد صلاح على سبيل الدعابه، في محاوله للصلح الان ما بين تركي الشيخ وما بين بيبو كابتن الخطيب. وزير الرياضه بقى بيقول، هو وزير الرياضه السعودي، احنا فاهمين جمهور السوشيال ميديا واللجان الالكترونيه وفاهمين الشغل ده، يعني كلام اتقال كتير في الفترة الأخيرة، والحقيقة أن اليوم السابع بتبروز هذا الكلام وبترد عليه. الخطيب هل هيرد على هذا الكلام أم سيتجاهله؟ ده كلام هتقروه بكرة على جريدة اليوم السابع. إنما في موضوعات أخرى كثيرة أهمها أن الحكومة بتعلن أنه لا مساس بالموظف في الدولة، وارتفاع نسب النجاح في العينة العشوائية لثلاث مواد بالثانوية العامة، والداخلية بتلاحق عصابة للنصب، وموضوعات أخرى كثيرة من الممكن أن تقروها غدا على اليوم السابع. إنما اليوم السابع بكرة الموضوع الرئيسي لها هو الموضوع الخاص بالنادي الأهلي والجدل اللي طبعا اللي دار في الفترة الأخيرة بعد الحوار التليفوني اللي عمله تركي الشيخ مع كابتن أحمد شوبير. بكرة هتقروا هذا الموضوع بالتفصيل على اليوم السابع. الشروق بكرة المنشط الرئيسي لها عن القضية الفلسطينية، والحقيقة نادرا لما بتهتم صحف مصرية بموضوعات عربية في الصفحة الأولى إلا لو كانت هذه الموضوعات في غاية الأهمية. طبعا الموضوع الفلسطيني والشقيقة فلسطين واهتمام مصر بيها، لذلك العنوان الرئيسي للشروق بكرة بيقول الاحتلال الإسرائيلي بيهدم 9 منازل فلسطينية شرق القدس المحتلة. في موضوعات أخرى كثيرة، يعني منها صورة لوزير البترول الملة وبدء تفعيل اختصاصات جهاز تنظيم سوق الغاز. وزير البترول بيقول الجهاز بيراقب الأنشطة الاحتكارية للشركة. مصدر حكومي بيؤكد تغيير 9 محافظين ونقل 4 آخرين في التشكيل الجديد للمحافظين. احنا عايزين بقى التشكيل يظهر، لان بقى لنا كتير بنتكلم وتوقعات والناس بدأت فعلا تكلم بعضها وتقول له مبروك، وفعلا طلع كل الكلام والاطروحات اللي كانت محطوطة على المواقع التواصل الاجتماعي دي ليس لها اساس من الصحة. في برضو موضوعات كثيرة حول الرياضة مهتمية بها الشروق، ودايما بنلاحظ ان معظم الجرائد بتهتم بالصور، لكن الموضوعات عندما تكون لا يوجد موضوعات، يعني زي مثلا امبارح لو تابعتم كان بيان الحكومه، فالموضوعات او الصفحات الاولى اخذت شكل الصور لدي المنشطات العريضه، انما النهارده دي موضوعات بسيطه فما فيش زي ما حضرتكم شايفين تركيز على موضوع بعينه. طب خلونا نشوف بكره الدستور بتقول ايه. المنشط الرئيسي للصفحة الأولى للدستور جاء متشابه تقريبا مع معظم الصحف الأخرى حول الاجتماع المهم النهاردة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيده بأن مصر حريصة على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
لجان البرلمان تبدأ أولى مناقشات بيان حكومة مصطفى مدبولي. وامبارح زي ما حضراتكم تابعتم في مانشيت كان لنا اتصال هاتفي مع الوزير عمر مروان وقال لنا ان تم تشكيل لجنة خاصة بالفعل لمناقشة بيان الحكومة، والبرلمان بيقول ان كان هذا البيان كويس او غير كويس، وبالتالي بيتم إما إعطاء الثقة في الحكومة الجديدة أو حجب الثقة من قبل البرلمان. البرلمان له القدرة، له يعني دستوريا البرلمان هو اللي بيعطي الثقة في الحكومة أم لا بناء على هذا البيان اللي ألقاه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالأمس أمام مجلس النواب. موضوعات أخرى كثيرة من الممكن أن تقروها غدا على الدستور.